بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أتمنى الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير. معكم أخوكم جمال كالعادة في عقر جديد، أهلا وسهلا بالجميع. صلوا على رسول الله إخواني الكرام. هذه المزرعة اللي عارض عليكم حاليا إخواني الكرام كاينة في النواحي ديال مدينة تفلت، يعني الجهة الشمالية لمدينة تفلت، منطقة القطبين، مزرعة فيها قطار وستلاف متر، قطار وستة ديال الخدامة، محفظة شهادة الملكية، فيها سكن، فيها البير، فيها الطو. كما كتلاحظوا إخواني الكرام، هذا الفيديو صيفطوا لنا صاحب العقار على ما ننتقلوا من عين مكان إن شاء الله بحول الله، ووقفوا على الأمور بإذن الله. على كل حال، هذا إعلان أولي، واللي مهتم بالموضوع راه غادي يتصل إخواني الكرام عبر الهاتف. إذا ما شاتش الهاتف يمكن له يعيط لنا على الواتساب، ولكن الواتساب في النهار صعيب باش نجاوبوا عليه، ربما في الليل أهلا وسهلا به ولا يخلي الميساج حنا غنعيطوا له. الثمن اللي كطلب صاحبة الفيرما هو 160 مليون سنتيم. طبعا كما كنقول أنا قابلة للتفاوض مع صاحب العقار، كيبقى دائما أنا كنلاقي البائع وكنلاقي الشاري فقط في إطار القانون والاحترام. نتمنى الله سبحانه وتعالى إخواني الكرام التوفيق للجميع، وربي يسهل الأمور للجميع، وأهلا وسهلا بكم.